رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية خالص الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى على استقبال أصحاب السمو والمعالي والسعادة ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والشبابية لسموه بعد عودته لمملكة البحرين وبعد الإنجاز الذي حققه في تكساس بفوزه بالمركز الأول على فئته في سباق الرجل الحديدي. ونوه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بحضور العديد من الشخصيات الرياضية في المملكة الأمر الذي يشكل مصدر فخر واعتزاز لكافة أعضاء الفريق الذين حققوا بفضل جهودهم الكبيرة وإصرارهم العالي هذا الإنجاز الرائع الذي ضمن للبحرين رفع اسمها وعلمها خفاقا في هذا المحفر الرياضي الكبير الذي شهد مشاركة كبيرة من مختلف لاعبي العالم، مشيرا إلى أن هذا الاستقبال الرائع الذي حظي به الفريق جاء ليعبر عن ترابط وتلاحم الأسرة الرياضية البحرينية وتقدير الإنجازات الكبيرة التي تتحقق باسم الوطن الغالي في جميع المحافل، الأمر الذي يؤكد أن الأسرة الرياضية تعيش حالة التكاتف في سبيل الوصول بالرياضة البحرينية إلى أعلى المراتب العالمية. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن خالص تقديره إلى جميع المسؤولين في المملكة ممن حضر الاستقبال الذي أقيم للفريق في مطار البحرين الدولي وإلى جميع من ساند الفريق في رحلته نحو تحقيق الإنجاز الباهر في تكساس، مؤكدا أن كلمات التهاني والتبريكات التي أطلقها الحاضرون في الاستقبال تبعث في الجميع القوة والحماسة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات الرائعة خاصة في ظل التكاتف الواضح الذي شهدناه من قبل الأسرة الرياضية مع الفريق ودعمه في جميع البطولات. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن تحقيق الفريق لتلك الإنجازات الكبيرة لم يأتي من فراغ أو عن طريق الصدفة، وإنما جاء بفضل الإصرار والتحدي والعزم الذي يمتلكه الفريق والتدريبات المستمرة والمتواصلة في سبيل الوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية التي تمكن جميع أعضاء من إنهاء السباقات الثلاثة في المسابقة والتي تتطلب جهدا بدنيا عاليا، موضحا بأن الفريق ومنذ انطلاق تدريباته للمشاركة في تكساس كان قد عقد العزم على تشريف المملكة في هذا المحفل وإبراز صورة الرياضي البحريني القادر على تجاوز الصعاب والتحديات في سبيل الوصول إلى تحقيق أهدافه المنشودة.
نحو 140 ميلا، وبزمن قدره 9 ساعات و6 دقائق و52 ثانية، حطم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أرقامه السابقة، متفوقا على 3000 متسابق من مختلف الدول العالمية في بطولة الرجل الحديدي بالولايات المتحدة الأمريكية، ليهدي مملكة البحرين المركز الأول الذي ظفر به. نهنئ نفسنا ونهنئ البحرين على هذا الإنجاز الكبير اللي حققه سمو الشيخ ناصر، وأعتقد هذا الجهد يعني ما جاء من فراغ، يعني اللي عرف سمو الشيخ ناصر ويعرف كثر ما اجتهد وتعب طول هالسنوات على أساس أنه يحقق شيء للبحرين، أعتقد شيء بصراحة نفتخر فيه جميعا، يعني فهنيئا للبحرين بهذا الإنجاز. ومثل ما قلت يعني التجارب السابقة اللي مر فيها، صحيح أنه ما حقق يعني المركز الأول، لكن من جد واجتهد أكيد بيوصل لهذا الهدف. تصور 9 ساعات وما يزيد، وهذا إنجاز بتحقيق المركز الأول، هذا يعكس الإرادة الصلبة والتحدي لدى سمو الشيخ ناصر، وبالفعل يمثل القدوة للشباب كلهم، الشباب والشابات. ولكن إحنا كمتابعين، ويمكن أنا لي شرف أن أكون عضو في المجلس الأعلى واللجنة الأولمبية، نرى في سمو الشيخ ناصر وتحديه إحنا أيضا نستلهم منه الكثير. يعني لما تابعنا تصريحات سموه من البداية واهتمامه بكل التفاصيل والدقائق الأمور هذه كلها، يعني يعطي الاحترافية اللي يتمتع فيها سمو الشيخ ناصر، واللي أهلته بالفعل بفضل عزيمته وإرادته لهذه المركز اللي إحنا نتشرف فيه. وبرؤية انقسمت إلى اتجاهين، عين تنظر إلى إنجاز رياضي يتوج سموه جهوده تلك التي اتكأت على عمل متواصل ومشاركات متعددة في هذا المجال، وعين تنظر إلى راية البحرين وكيف تكون خفاقة في هذه المنافسة. من خلال تعايشي مع سمو الشيخ ناصر أشعر فيه أنه دائما عنده تطلعات، يعني يرى المستقبل في أبناء البحرين، وعشان كذي هو متبني كثير من الأنشطة الرياضية اللي ترفع مستوى الأجيال القادمة. حقيقة السباق كان كبير واستغرق أكثر من 9 ساعات، هذا يبين أن هناك أعداد كبير قام في سيدي سمو الشيخ ناصر، وهو في كامل جاهزيته، وهذه عوايدنا حق أبو حمد، دائما يكون هو مستعد ويقدم أفضل ما عنده، لأنه يهمه أن يشرف البحرين في مثل هذه المحافل، خاصة أن البطولة تقام في الولايات المتحدة. نتمنى من الجميع أن يأخذ من شباب البحرين أن يكون سيدي سمو الشيخ ناصر قدوة له، وسيدي سمو الشيخ خالد أيضا. رحلة حصاد متميزة في رياضة الترايثلون كان عنوانها في كل مناسبة: من جد وجد ومن زرع حصاد.